اشتريته. فستان تاني؟ وانت كل اسبوع تجيبي فستان يا رانيا؟ يا بيبي هو ده اي فستان؟ ده فستان نوفي، اصلا التصميم جاي من بره، ده لسه ما نزلش مصر. اه مبروك يا ستي، اتربى في عزك. ميرسي روحي، بس هو الحقيقه ان انا في ظل الازمه اللي انا مريت بيها، الفلوس اللي كانت معايا الحقيقه انها عجزت شويه، فاضطريت اسفه ان انا استلف 1000 جنيه من مصروف البيت. خدتي 1000 جنيه من مصروف البيت؟ ده مصروف البيت اساسا كله على بعضه 1000 جنيه، يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا ببيع كام قدره فول عشان اجيب ال 1000 جنيه دول؟ والله ما تزعلي نفسك يا روح قلبي، انت ده كفايه التصميم. اه التصميم والاراده، هو في حاجه اسمها تصميم؟ في فستان ليه تصميم؟ اه طبعا يا حبيبي، ده مش اي تصميم، ده تصميم الفظاع الجامدين جدا بتوع محلات ابره وفتله. اديكي قلت بنفسك ادفع 1000 جنيه في ابره وفتله؟ مش مهم ال 1000 جنيه، المهم شياكتي ومنظري قدام صحباتي، قدام امك، اختك، مامتي، جارتنا، طنط ام ميرفت، الحاج الزبال، البواب بتاع اللبن. ايه يعني؟ سلام، هتلبسي فستان سهره وتفتحي اللي بتاع اللبن والزبال؟ ايه يا جماعه مش معقول، ليه الصوت بتاعكم عامل زعيق قوي كده ليه؟ احضرينا يا حماتي، الهانم راحت اشترت فستان ب 1000 جنيه. ومنظر شاقول بجد 1000 جنيه؟ برافو عليك يا بيبي، ده رخيص جدا. رخيص 1000 جنيه وتقولي رخيص؟ ايوه طبعا، ده السلام، ده حلو قوي قوي قوي. ايه رايك يا مامي؟ ايه رايك يا رورو؟ تخشيك امبوسيبل. انا عايزه اقول لك حاجه يا الايمانه، انت لا ايمانه، انت جايباه اكيد المحلات بتاعت ابره وفته صح؟ مظبوط يا مامي. ابره وفته ايه ده؟ جلابيه، جلابيه، ادفع في جلابيه 1000 جنيه؟ حرام عليك. وابره وفته ايه؟ انا لعلمكم لو حطيت الحكايه دي في دماغي انا ممكن اعمل لكم تصميمات احسن من ابره وفتله 100 مره. ولا ميزو؟ نعم يا استاذ دوله. الورق ده يلا ما ترموهوش، ها لف بيه السندوتشات. ما انا كنت هعمل كده برضه. ماشي. وبعدين يعني لقيت وادرجك مش راضية تلفق معايا خالص. ولا ميزو؟ نعم يا أستاذ دولة. هو أنت أنا بتفهم في لبس الستات؟ عيب يا أستاذ دولة لما تقول كده، ده أنت عندك في عين العدو ست ستات في البيت. أنت هتفكرني إن أنا عندي ست ستات؟ ما أنا عارف يا سيدي. لا يعني إيه أكتر حاجة بتجذبك في لبس الست؟ قصدك لبس الستات اللي في الشارع. ولا يكونش قصدك لبس الستات اللي في الشارع. ها إيه أكتر حاجة بتجذبك بقى في لبس الستات يا سيدي اللي في الشارع؟ الشنطة. تصدق صح يا لا؟ لأن فعلا الشنطة لازم تكون بنفس لون الفستان اللي الست لابساه. لا لا لا، مش قصدي لون الشنطة، أنا قصدي البوك اللي جوه الشنطة في كام. يعني أنت الفلوس هي أكتر حاجة بتجذبك في لبس الست. ايوه، انا ألمح الست اللي معاها الشنطة كبيرة وتقيلة وبتوصل للأرض أعرف إن الست دي هتعمر معايا. برغم ان تفكيرك قذر ويدل انك انت حرامي قديم، لكن اعمل حسابي بقى ان الفستان اللي اصممه يكون متصمم على الفلوس بس، فستان البنكنوت. يبقى انا اعمل كده اقول فستان، يبقى الفستان اعمله والكتف بتاعه من فئه العشرين جنيه. يا جماله، يعني انا احط ايدي على كتفها اطلع بكارت شحن موبايل بقشنايه؟ وبعد كده بقى الكورنيشه نفسها اعملها من فئه الخمسين جنيه. بالنسبه بقى للاساور بتاعه الفستان اعملها من فئه المية جنيه. الزراير اعملها من فئه الجنيه المعدن اللي هو الشحاتين ما بيردوش ياخدوه. بس اهم حاجه الفستان ما يطلعش مزور. وامان عليك يا استاذ دوله، لما تخلص الفستان ده يبقى خلينا نوصله. توصله؟ هو انا اهبل؟ ده انت بتقول لي اهم حاجه بتلفت نظرك البوك اللي جوه الشنطه. الفستان ده اول ما خلصه هسلمه للبنك، واسلم صاحبة الفستان الشيك هي تروح تصرفه من البنك. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مع حضرتك عادل سعيد يا فندم. يا اهلا وسهلا. ايه ده انت طلعت شاب خالص. ربنا يخليك. حضرتك مدام ليلي صاحبه الاتيليه؟ انا ليلي. ليلي بس انسه. اهلا وسهلا انسه ليلي. اهلا وسهلا. اتفضل. شكرا حضرتك، انا كنت كلمتك في التليفون، يعني كنت طلبت من حضرتك تنفذ لنا شويه تصميمات من اللي انا مصممها بنفسي. يعني احنا
تقدر تقول نمبر 1 على مستوى التنفيذ، وكفانا فخرا باننا اول ناس والوحيدين اللي بننفذ تصاميم محلات ابره وفتله. هادي ابره وفتله اللي ورايا ورايا. طب حضرتك، عموما انا عندي شويه تصميمات انا مصممهم بنفسي، ده ستايل جديد لسه مفكر فيه يعني، وكنت عايز ان انتوا تنفذوها لي عندكم. لا مانع، مادام هتدفع وريني اللي عندك. حضرتك بصي، ده اول تصميم، وهو تصميم فستان البنكنوت الاول في جمهورية مصر العربية. اتفضلي. ايه ده حضرتك؟ ده فستان كله بنكنوت، كله 100 جنيهات وخمسينات جنيهات يعني كده. ايه الفستان اللي كله خمسينات وميات؟ لا يا استاذ عادل، لا لا نيفر، ده شكله كده هيبقى مخصوص للطبقه الغنيه، الطبقه الراقيه. لا لا لا، انا عامل حسابي لكل الطبقات، انا نفس الفستان ده عامله بقى بنصاص جنيهات وبربع جنيهات وعشر ساق ورق وشيلن ورق يعني. بغض النظر، برضه هيبقى بيشجع اللصوص والحراميه على السرقه. حضرتك عندك حق، بس خلي بالك ان ده هيوفر ان الست اللي لابسه الفستان ده تكون شايله شنطه، دي اول حاجه. تاني حاجه، الست اللي لابساه ما ينفعش تركب بيه تاكسي ولا اتوبيس ولا ميكروباص، لازم تركب عربيه بتاعت نقل النقود للبنوك. استاذ عادل، اصرف الفستان ده من دماغك خالص. حضرتك ده عملي جدا على فكره، يعني الفستان ده لو اتقطع مش مثلا بيتخيط، لا ده بيتلزق بسلوتيب. ايه الفستان اللي كله لازق؟ لا 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 خالص، اللي بعده اللي بعده. ماشي، بلاش فستان البنكنوت. مفاجاه. بصي حضرتك، فستان الفلاحة المصرية وشايلة مشنة وعليها عيش، بس أهم حاجة العيش ده يبقى طازة عشان تاريخ صلاحية الفستان. وانت جايب لي فستان أفصله ولا أخبزه؟ حضرتك أنا صممت خلاص، أنت بقى عايزة تفصليه تخبزيه، أنت حرة، أنت اللي هتنفذي يعني. ما أنا عايزة أفهم، ده عشان حفلة تنكرية ولا عشان عيد الفلاح؟ فلاح كان جاي بيغني من جنب السور، من جنب السور. نيفر. حضرتك ماشي، بس الفستان ده عملي لسبب بسيط جدا، ان انا مستوحيه من الارض ومن الطين من الزرع من الخضره. مع احترامي للفلاح وللعجينه، ده اولد فاشن خالص. بلاش الفستان الاولد فاشن. بصي بقى، مفاجاه يا مصر، اشهدي يا مصر، مفاجاه حضرتك، فستان فرعوني كاجوال لاول مره في جمهوريه مصر العربيه. اتفضلي. ايه ده يا استاذ عادل، انت بتعرف وتفهم في تصاميم الفراعنه؟ حضرتك انا قبل كده كان عندي بازار، عشان كده كل الاسر الفرعونيه حافظهم كويس قوي. ايوه بس كلمه فرعون حتى لو كاجوال بمعناها بترجعنا يعني 7000 سنه كده لورا. ايوه حضرتك، بس خلي بالك دي احلى تصاميم، هي التصاميم الفرعونيه. يعني مثلا حضرتك الفستان ده اتلبس بعد خروج الهكسوس من مصر، كانوا كل الستات بيلبسوه، وخصوصا الستات بتوع الاسره الثالثه والاسره الرابعه، ما كانوا بيتجمعوا مع بعض ويخرجوا في شم النسيم. ده الفستان ده هيشتغل نار زمان. يا سلام. لا 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 لا، دعنا من عالم الأموات والمومياء وسيبنا في عالم الأحياء. إحنا يا أستاذ عز المتخصصين في التصميمات التجارية الهيلة اللي كده ولع ولع ولع، بتوزع بسرعة في السوق والمستهلك، فإحنا برضو النمبر وان زي ما قلت لك في تصاميم محلات الرائعة إبرة وفتلة. حضرتك ما تكرهنيش بقى في إبرة وفتلة دي، هتخليني أكسر الإبرة وأقطع الفتلة. لا مؤاخذة يا أستاذ عادل، وأنت بتعمل إيه بالمجلات دي كلها؟ أنا بعمل تصميمات عشان فساتين جديدة إن شاء الله. هو أنت ناوي تشتغل ترزي؟ ترزي؟ يا ابني أنا مصمم أزياء، يعني أنا هصمم الأزياء بتاعت الفساتين اللي الترزية ينفذوها بقى إن شاء الله. بس أنت لا بتصمم ولا حاجة، أنت بتشف التصميمات دي من المجلات. وانا اهبل؟ ايوه اهبل طبعا، لانك مش فاهم، انا بشف حاجات معينه عشان هعمل منها فستان شفاف. انت من الاخر بتنقل الشغل اللي معمول في المجلات دي. يا ابني مش بنقل، يا ابني انا بجمع موديلات. مش فاهم. يعني مثلا اجيب فستان موديل اربعينات مع ياقه بتاعه فستان موديل خمسينات مع كورنيشه اللي هي داير داير بتاعه فستان موديل ستينات، في الحاله دي بعمل بقى فستان جديد خالص مده صلاحيته 150 سنه على الاقل. 150 سنه ازاي؟ ايوه يعني لو اي بنت صغيره لبست الفستان ده هتفضل تلبس فيه لغايه ما تموت. بس البنت الصغيره لو شافت الفستان ده قبل ما تلبسه هتموت. يلا يلا انت محبط، يلا يلا اتكل على الله، انت جاي ترغي معايا ليه؟ اتكل على الله. اكيد المدام ليلي لو شافت التصميم ده هتموت.
ده؟ ايه ده؟ مش ممكن، ايه القرف ده؟ قرف؟ حضرتك بتقولي على تصميماتي انا قرف؟ مش لو كانت تصميماتك اصلا. قصدك ايه يا مدام ليلي؟ قصدي يا حبيبي ان التصاميم دي تعملها قراطيس وتحط فيها طعميه. ايه ده؟ حضرتك بتلقاها عليا بالكلام ولا ايه؟ على اساس ان انا عندي ريستوراه بتاع فول وطعميه؟ ايه فول وطعميه دي؟ يا استاذ انت مجمع من كل قطر اغنيه، قصدي من كل قطر تصميم، ما ينفعش. حضرتك التصميمات دي مش متجمعه، دي استيراد. ايوه يعني متجمعه ومسروقه. لو سمحتي ما اسمحلكيش تقولي عليها متجمعه. خلاص سوري، يبقى مسروقة. مسروقة ايه حضرتك؟ لا طبعا مش مسروقة ولا حاجة، دي التصميمات دي انا شاففها من افكاري. يا استاذ انت عايز تقنعني انك ممكن تفصل فستان؟ انت كبيرك لو عرفت تفصل شرف في ليه؟ في ليه؟ وعاملة نفسك بتاعت اتيليه. اولا اسمه سمك في ليه مش شرف في ليه. انت عايز بافكارك الزفرة دي تنافس محلات راقية رائعة زي محلات ابرة وفتلة. حضرتك بقى لعلمك انا هنافس ابرة وفتلة وهعمل تصميمات من اختراعاتي وهسميها دولة وفتلة. ولا ميزو؟ نعم يا استاذ دولة. انا عايزك تظبط ايدك كويس بقى في المقاسات، المره اللي فاتت خدت لي مقاس الفستان طلع ناقص نص متر يا ابني. عينيا يا استاذ دولة. مساء الخير يا اخويا. مساء الخير يا اختي. عايزه افصل عندك ملايه لف. ملايه لف؟ ايه ملايه لف دي؟ انا اسمع مثلا عن مواتير لف، اسمع عن سجاير لف، لكن ملايه لف عمري ما سمعت. يعني ملاية لفي زي جي؟ زي جي؟ لا حضرتك دي حاجات شعبي، انا حضرتك بشتغل في الموديلات الحديثة. انت تعمل لي بقى فيها محلات ابرة وفتلة ولا ايه؟ محلات ابرة وفتلة. بقول لك ايه؟ روحي لمحلات ابرة وفتلة، غوري من هنا يلا اتكلي على الله، بدل ما اجيب بقى الطاسة بتاعت الزيت اضربك بيها في خلقتك. زيت؟ الزيت ده انا هشربه لك يا ابو محل نص فول ونص لبس. انا بطاسه الزيت اللي وريتك ما بقاش انا بقى ليله. ايه ده؟ هتوريني ايه؟ هتوريني ايه؟ وليلتي اللي هتوريها لي؟ ليلتي ايه دي بقى؟ الليله الكبيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلم مسخوط؟ اتفضل. عدم مسخوط عاد. هات كرسي تاني. هات يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل يا ام مسخوط. اتفضل اتفضل. هات كرسي بقى للمعلم مسخوط. كريم أعرفك. تعرفني بمين؟ أم مسخوط مراتي. لوحدك؟ إيه؟ قصدي يعني يا أهلا وسهلا مع المسخوط. أهلا وسهلا بالجماعة أم مسخوط. أهلا. طبعا بص يا عادل، أنا جاي لك مخصوص عشان أنا بثق فيك، لأن دي محدش شافها قبل كده، عاوزك تفصل لها عباية حلوة كده تليق بمراتي جماعتنا يعني. ايوه بس يعني ما ينفعش يا معلم مسخوط، ما ينفعش. ليه؟ ولا انت مش هتاخد فلوس ولا ايه؟ ايوه بس انا لو فصلت لها يعني اكيد هتخلص القماش اللي في مصر كله، يعني مش هينفع. يا عادل وانت هتعمل لي زي محلات ابره وفتله. يا ريتك فصلت عند ابره وفتله، على الاقل كنت خلصت لهم القماش والابر والفتل اللي عندهم كلهم. متعش كنت تحلل المشكله دي. ماشي ماشي خلاص. ولا ميزو؟ نعم يا استاذ دول. يبقى اعمل طلبيه يالا 15 طوب قماش، العرض عرضين، العرض اربع عروض. ها حاضر يا استاذ. عندك حق. وانت مش هتاخد مقاساتها ولا ايه عادل؟ لا مقاسات ايه؟ مقاسها معروف، ده مقاساتها ستاندر يا معلم. انا لسه مفصل نفس المقاس ده، عملته كسوه لعربيه ميكروباص. يا جماعه انا قررت بعون الله ان انا اعمل ديفيليه عشان اعرض فيه كل التصميمات الرائعه اللي انا اخترعتها، ورانيا هي هتكون عارضه الديفيليه الاولى والاخيره. ايه كمية ايه في ايه؟ يعني ده بدل ما تداركولي قاعدين ساكتين ليه؟ يعني في ايه؟ يعني احنا بقى مش عرايس الديفيليه، احنا ضيوف في الديفيليه، جايين للهانم اللي هتمشي تتقصى في الديفيليه نقعد نتفرج عليها. احنا كومبارس الديفيلين ورايحين نسقف للست رانيا. وبنتي اللي هي فوزالات وكبداتي انا انا، ما تجيش تعزمني ولا تقولي تعالي ماما على الفيفيلي، اخز عليكي اخزي يا وحشانه انتي. ايوه يا مامي، حتى دي كمان ما افتكرتش اختها. ولا حتى بابا افتكر بنته، ولا ماما حتى افتكرت بنتها. ايه كميه المناحه اللي انتوا فيها دي؟ ليه المندبه دي؟ عشان ايه يعني؟
يا جماعة يا جماعة، أنا ستايلي وستايل جسمي وتفكيري متوافق ومتضامن عضليا وعصبيا مع الدفليهات. يا سلام، يعني بقى يعني عادل، أنا لازم أشترك في الدفلين. دفلين إيه؟ دفلين؟ ده أنت مش عارفة تقولي يا ماما دفلين إيه؟ وبعدين أولاً مثلاً لو نجلاء ولا سناء اشتركوا مع رانيا لأنهم هيعرضوا لبس بتاع شباب، لكن أنت يا ماما هتعملي إيه؟ أمهات الفساتين؟ يا سلام، كده دي فساتي تو خالص. يعني إيه؟ يعني ده اللي أنت هتلبسيه ولا إيه؟ مش فاهم يا حماد. نو، أولاً الموضوعات بتاعت السنة دي إن إحنا ممكن كويس قوي إن إحنا نلبس أنا وماما بتاعت أنت اللبس بتاع الموضة عشان إحنا جسمنا. أيوة صح يا حبيبتي، وحنجيب ام ميرفت معانا تشتري. نو بلا جو بلا جو. ام ميرفت ايه؟ ام ميرفت ايه؟ ما كفايه انتوا. ايه يعني انت موافق يا ابي؟ لا انا ما وافقتش ولا حاجه. لا طبعا. ربنا يخليك ليا يا عادل. ميرسي يا اخويا. او شيغي مون امور يا بوس بنتي. ميرسي شيغي. مش عارفين حبيبي. شكرا قوي يا عادل. ميرسي. مش عارفين نعمل ايه. شكل الدبست. وبعد طول انتظار اخيرا افتتاح محلات دولة وفتلة. حتى يسأل يقول لي هل محلات دولة وفتلة ليها علاقة بمحلات ابرة وفتلة؟ اقول له لا طبعا. استاذ عادل، هو في علاقة ما بين دولة وفتلة وابرة وفتلة؟ طبعا. دلوقتي احنا مع الاتيليه الاول لينا وبنعرض مجموعة مختلفة من الازياء المختلفة، ومع عارضة الازياء الاولى في اتيليه دولة وفتلة رانيا. هيا رانيا عارضة الازياء الاولى تتقدم في فستان جديد، الفستان ابو شوكة على الدماغ، وزي ما احنا شايفين الزي الياباني الصيني الماليزي شرق اسيا كله، وطبعا مع بعض السبح وبعض الطيران، وده بنسميه فستان ابو تريكا. ابو تريكا تقدم، ابو تريكا تقدم. هو موجود. ايه الحلاوه دي؟ شكرا شكرا رانيا. وبعد ما شفنا الفستان الاولاني هنشوف دلوقتي مع بعضينا الفستان الثاني. وها هي العارضة سناء تتقدم بالفستان العملي، الفستان العملي للست العملية، الفستان اللي ما بيتخدش وضد المسمار عشان لو قعدت على أي دكة ممكن الفستان ما يتقطعش، والفستان ده ضد المية وضد النار، ضد الحشرة والصرصار، ضد المية وضد النار، ضد الحشرة والصرصار. شكرا أنسة سناء، ألف شكر ألف شكر ألف شكر. اتفضلي حضرتك. اتفضلي حضرتك. قلت لك اتفضلي تفاصيل الاتيليه. يلا. ودلوقتي مع الفستان الثالث والعارضه الثالثه. وها هي تتقدم الفتاه الجامعيه بزي الفتاه الجامعيه نابليون بونابرتع. نابليون بونابرتع بيبرتع في الجامعه براحته، ومعها العصيان اللي تقدر تدافع بيها عن نفسها، وده جزء اساسي من الفستان، بالاضافه الى انها حاطه ريش كتير لان الريش ده بيدل على انها فتاه مريشه. وتدلع واجري يا رمه، وتدلع حجري يا رمه، اتدلع واجري يا رمه، وتدلع على حجري يا رمه. بنشكر الفستان وصاحبة الفستان ورقصة الفستان، وبنشوف مع بعضينا دلوقتي حالا الفستان اللي بعد كده. الأم مدرسة، الأم والزي بتاع الأم يعني الحنان يعني عيد الأم. يا حبيبتي يا ماما، يا عيني على الأم وحنان الأم، لا خال ولا عم، يا عيني على الأم وحنان الأم. ها هو لبس الاسكيمو الذي يعطي إحساسا بالدفء، وهو دفء الأم. بنشكر الأم وحنان الأم ودفء الأم ولبس الأم، متشكرين يا أمي، ألف شكر ألف شكر. وحاليا دلوقتي نحن في انتظار الفستان الذي هو بعد كده. وها هي تتقدم بفستان الحموات الفاتنات، الفستان اللي هو عبارة عن مزيج ما بين اللبس الفرعوني ولبس علي بابا. علي بابا علي بابا علي بابا علي بابا علي بابا علي بابا.
مش اي نصيب عندنا، وبنشكر لبس الفاتنات الحموات. والان متشكر يا حماتي، متشكر يا حماتي، متشكر يا حماتي. والان مع الزي الاخير، وهو زي المفاجاه والزي الاخير. وهو تآوي الفستان، زي الفتاة، الفتاة الملوحة والمروحة المروحة. اجري 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 اجري. وزي ما احنا شايفين طبعا المروحة بتتحرك أثناء تحركها. هذا الزي الذي ينفع في النوادي، هذا الزي الذي ينفع في المدارس، هذا الزي الذي ينفع في الشوارع. وها هي الفتاة الصغيرة التي تتألق وتتألق، والمروحة تنفع في الصيف، تنفع في الشتاء، تنفع في الصيف، تنفع في الشتاء، تنفع في الصيف، تنفع في الشتاء، تنفع في الصيف، تنفع في الشتاء. وهكذا بعد أن شاهدنا العرض الأخير. متشكرين يا ياسمين، متشكرين يا ياسمين. وبعد أن شاهدنا العرض الأخير، والآن نأخذ رأي الخبراء. يا ترى، يا هل ترى ما هو رأي الخبراء؟ ومعانا النهاردة الخبيرة مدام ليلي، ما رأيك؟ إيه السيرك اللي أنت بتعمله ده؟ إيه ده؟ مستشفى مجانين، أفلام رعب، ده أبعد ما يكون عن الإيتيليه خالص. يا سلام، وانت شايفة يعني هو ده العقل؟ وكلمة خالص دي مش جنان؟ مجانين، مجانين. الهوى ستات دي بتقول عليكم مجانين. مجانين، اتصرفوا معاكم. ما بقاش انا بقى ليه؟